c'est ça. Complètement. طيب هذا صار باي كولكشن اند ترانسبورت اوف ستور سبيسيفيك. طبعا في البدايه اذا كولكشن يو هاف تو جيف يور بيشنتس اللي هو وايد نيك كونتينرز وفيها سبون يعني جوه كده مكتوب فيها النيم فايل نمبر التايم بتاع السبيسيمين التست الفيزيشن طبعا انت بعدين هتكتب الريكوست فور ذا لابس عن الروم نمبر اند الديت كلها موجوده في الكونتينرز. The main characteristic of it, it should be white name container. After that, in the laboratory diagrams, you have to describe the color. I mean, it means if you request a gene from the customer, we go and make the color. The stool, normal color is brown and green, as considered as a normal. But if you come lab, you can come bleeding in the upper gastric side of the crack. You can come bright red, you can come bleeding in the lower. You can come بالريكتم ممكن يكون البيشن هذا هيمورا جرين نورمال كيف؟ جرين يعتبر يعني كونسيدر هذا برضه لو كان جرين برضه يعتبر هذا نورمال طبعا يعتمد على الدايجستيف سيستم وعلى التايب اوف فود اند كده لكن البراون هو دائما النيم ترى يعني دائما في الديسكربشن بتاعه بيقول لك براون 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 يعني ما حصل شفت لي اصلا يعني جرين اوزو اتس كونسيدر هذا نورمال. طيب بعد ذلك من الكونسيستنسي اللي هو ايزا فورميت طبعا يكون موجود فورميت سيمي فورميت ان فورميت او بلو هذا القوام بتاعه عامل ازاي تمام. افتر ذات يو هاف تو ديسكرايب اف ذير از بريزنت اوف بلود ميوكوس بس اور وور يعني طبعا الوور انديكيت اوف ذا سيلمنسز انفكشن البس انديكيت اوف ذا اولسو ذير از انفلاميشن ميوكوس انديكيت اوف انفيسيف اوف ذا ميوكوزا تمام. Blood برضو indicate of the this bacteria is invasive of the mucosa. تمام يا شباب؟ So you have to describe all this. يعني في الريبورت البيدي لازم يكون containing all these items. طيب عندي a collection برضو انا ممكن الريكتال سواب استخدم الريكتال سواب السلام عليكم ممكن استخدم الريكتال سواب if the feces is not available then we have to move in the fall unit or infant we have to الريكتال سواب نعم صعب جدا يعني الواحد يقول له هذا مثلا عينة بتاعت السكون. طيب الترانسفير العينة بتاعتي انا لازم اوديها للمختبر زي 1 اورز تمام. لو كان في ديلي انا اقول هستخدم ايش ترانسبورت ميديا لو في اي ديلي يعني مور ذان 1 اور واي انا واي لكن خليها فايتال اللي هو ايش اللي هي حيه البكتيريا او البراسايت زي ايش؟ اخذنا اكزامبل زي الاميبا هيستوريتيكا بروفوزويد لانه بكون متحرك يعني زي 1 اور بكون مطايل بعد ذاك بيصير له دايم تمام. السيست طبعا بتاع مثلا جابيز برضه السيست البروفوزويد برضه ممكن بعض المرات بيكون حي كده ويبدا تعب من اول بعد ذاك بيصير له ممكن السيست لكن انه طبعا هو طور كامل فما يعني ما بتاثر ممكن تلقاه بعد ساعتين ثلاثه اربع خمس ساعات لكن for the bacteria بتكلم على البكتيريا اللي الان you have to send it within 1 hour if there is any delay you have to utilize transport media such as carrier steward and buffer gear so it's right واحدة من ال example اللي هو الميديا موجودة هنا مع الأسوار يعني الأسوار على طول بدخله الميديا بتكون كونتين inside the أسوار وبتكون موجودة هنا تمام. طيب الميديا الميديم داخل السوار موجود هذا الميديم في هذا الاسواق هنا الاسواق نفس السوار نفس الاسواق يعني اخر الاسواق هنا موجوده دي الميديم فانا بستخدم الاسواق
I have to connect connector الإصابة after that طوارئ. أو في طبعاً من الإسبون ده ممكن الإسبون طوارئ أخذ لو كان الميديا موجود عندي الرسم مثلاً زي بفر جرسوي صلاين أخذ عينه وحطها في الميديا أصور ميديا وأرسلها للمكان. طيب نيجي نشوف الإيب أونلاين جرب الدائرية أنتوا مسكين إيب أونلاين والله الدائرية أنتوا بيورجيني إيب أونلاين أنا أنتوا بيمزين إيب أونلاين also ووتر الدائرية ووتر الدائرية أنتوا مسكين إيب أونلاين. طيب the important properties of this إيب أونلاين طبعاً as you know it is straight grand negative roots all of you agree تمام most abundant فتاة هذا الموقع هي الكولون يعني إيب موجود أكثر واحد من النورمال كولون اللي إيب موجودة في السول أي سول بتاع أي حد أنا بشوفه عم ترى طبعاً حاجة إيب motility of this E. coli and هو flagellar antigen H antigen and capsula K antigen. This all of this antigen used for the biological investigation. تمام؟ يعني نسأل كمان يكلموا إنه ال antigen في 150 H antigen لقوا 50 types ال K capsula antigen لقوا 90 بعدين لما الجمعة كلها واحدة من ده واحدة من ده واحدة من ده لقوا more than 1000 strain. في 1000 مثلا يكون 106H and مثلا 9K يعني اللي هو more than 139 كيف؟ اللي هو 139 الأو؟ هذا عددها عددها ماشي كل مرة يعني الابديت كل مرة تبقى في نفس يعني أعداد جديدة اتوجد. طيب اللي هو برضه الأبحاث اللي هو انه أو 55 أو 111 caused the outbreak of المنطقة الديارية في يونايتد ستيت اوف امريكا مثلا فور اكزامبل سو هنا ما فلورا بس انواع اللي تحت تسبب هذه ايوه طبعا الانواع الموجوده هنا بتعمل لنا طب ليتو دامها انواع فلورا ليه تسبب مرض؟ 60 مرض طبعا احنا ما حنشوف والحالة تعتمد على العدد بتاعها تعتمد على انه مثلا الاسترين بتاعها حسب البروفيرت بتاعها بتعمل انفيزي يسبب منا مرض الباثوجين حسب الباثوجين في عندي برضه حتيجي تاخده في التراك برضه في واحدة منها اللي هو يورينيك استرين برضه بتعمل لها يو دي ار يعني حسب المكان اللي هي موجودة وحسب الاسترين بتاعها واضحة؟ طيب الايكولاي السبيسيال بتاعت السول الانترو اكسجين ايكولاي والانترو اكسجين ايكولاي كول ووتري نورمال تمام لانه ما في انفيسيفنس تمام الانترو هيموراجيك ايكولاي والانترو انفيسيف ايكولاي اللي هو ده بيكون في بلود الدياري الانترو هيموراجيك ايكولاي بتعمل لها زندري لايك سندروم تشبه لي الايش الشجر لان بتفرزين ايش شبه توكسين اللي هو اكزوتوكسين مشهور بالشجر لكن هي برضه نفس الحكايه بالمهم بتفرزين واكثر واحده موجوده منها السرين موجوده اللي هو O157H7 اللي هو ده يقدر يمرن السرين اكثر واحده يعني موجوده بتعمل هيموراجيك هذه اللي بالابقار كيف؟ بالابقار هذه ايش؟ اللي بالأبقار نعم فلور هي موجودة في نورمال فلور بالأبقار الكوكي أربعة ممكن استخدم ميديا تانية ديفرنشال ميديا طبعا بتكلم عن ديفرنشال ميديا لما تقول ديفرنشال ميديا بتعمل ايش؟ ديفرنشال ميديا بتبين وضع الوضع ما كوكي أربعة ديفرنشال ميديا بتعمل لك اكسبيرمنت انا لما تقول ديفرنشال ميديا بتعمل لي بين حاجتين دائما هي فهي بتعمل ديفرنشال بتبين لك اكسبيرمنت ان لا اكسبيرمنت ده بالنسبة لكوكي أربعة دي ميديا تانية برضه ديفرنشال ميديا ممكن استخدمها على ايه؟ يو سي مثالين بلو دي برضه انا بستخدمها في بتعمل لي ايش؟ مثال جرين شين مثال معناته ايش؟ معدني وشين اللي هو ايش؟ شلال لمعان يعني الشكل ده اللي هو بشكل لمعان معدني اللي هو مثال جرين شين تمام؟ دي
في الانوزين مثالين بروح أداء اللي برضه نفس الحكاية This is equal y تمام؟ and هنا دي طبعا دي موجودة يدا طبعا lactose fermenting equal y لما تبي ودي This is non lactose fermenting يعني دي compare between lactose fermenting and non lactose fermenting شباب؟ اللي عيزار على equal y ها؟ هذا دي والله لما تخلي بينك بينك هذه non lactose fermenting استرين أصلا يكون شغل ممكن يكون صدمون أي حاجة يعني يضرب التكسيك ممكن فأنا طبعاً العين بعدها دي السول فأنا هذا السول هقوم حعمله شو حعمله قلشة في وين أيضاً ما كون كي أدار أو إي إم بي يعني ممكن أنا عندي خيار عشان أعمل إيش عشان بعد ذلك أعمل إيش خطوة تانية إيش شغل بده خلاص بعد ما أفترض تكون ممكن يسيكون الشغل ده بيقوا أويرنس عشان أعمل إيش أعمل قلشة اليوم الثاني حعمل شو تحدد شنو هعمل ايدنتيفيكيشن هعمل بعد ذاك الشكل الكون الموجود عندي هعمل بايوكيميكال رياكشن هعمل هشوف مع السيرين الموجود عندي او مع البكتيريا الموجود عندي يعني ممكن انا واحد جانب ديارية فانا في النهايه انت بترتب للمعمل يا اخي اعمل لي السول فور كلشر تمام بتاع المعمل هناك الموجود بشيل السول بيعمل له كلشر بيعمل اللابراتوري دايجنوستيك بيتكلم عنه عشان يحدد هل البكتيريا دي اي كولاي بعد ذاك بيرسل لك الريبورت انه البكتيريا الموجوده اي كولاي وهي في النهايه سنسيتيف لكده وريزيستنت لكده عشان انت بعد ده من الفارماكولوجي بتاعك الموجود عندك الفارماكولوجي بتاعك تحدد الانتي بايوتيك المناسب مع الديزيز ولاحظ دي الفكره بتاعت الكلشر انسيسيف انت بتدرسي الرسول السول فور كلشر انسيسيف تمام؟ طيب هنا عندي السلكتيف افكت او يعني هي ديفرنت لما نقول ديفرنشال انا بتكلم عن هنا الميوسين مثالين بلو دي الميوسين والميثالين بلو دي عباره عن داي صح؟ صح عباره عن ذلك فهي بتعمل انهيبيشن للجرام بوزيتيف تعمل انهيبيشن للجرام بوزيتيف بكتيريا هنا مثلا في لما كنت عندي بايل فوق برضو يعني ما بخلي لي برضو الجرام نيجاتيف تم المهم بقلل لي العدد بتاعه اللي هي كبير طيب يعني ميديا للاسترين اللي بتعمل لي مهدد معلش دكتور في بكتيريا ستاتيك داي عندي اجار ها شفت فيها بكتيريا ستاتيك داي والله يعني بكتيريا ستاتيك داي ما عندهاش بكتيريا ستاتيك داي فهي بيكمل عليه جروس اوف جرام بوزيتيف انا بتكلم عن الدايز اللي هو اليوسين الميثايلين اليوسين الميثايلين دي عباره عن داي انا موجوده في الميديا ليه عشان اعمل انهيبيشن للجرام بوزيتيف في بعض الجرام بوزيتيف بيكون في نورمال في الورق اللي هو مثلا زي ايش؟ جرام بوزيتيف نورمال في الورق الانتوسايد جرام بوزيتيف كوليستيريديم ديفيسيل واليوسينيا كوليستيريديم ديفيسيل جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف طيب في الكوليستيريديم ديفيسيل ثاني من المجموعه بتاعت الستريبتو انتيرو دي واحده برضه من النورمال فورورد الموجوده انا في النهايه عايز اعمل انهيبيشن انا عايز اعمل ايش؟ عايز بارتيكيولار كولوني بتاع اي كولاي يعني ما عايز انه الشباب اللي اشتغلوا معانا هنا وزعت شفت انت في شكل الكولوني بتكون في كميه من الكولوني قايمه انت في النهايه عشان لازم تحدد البكتيريا اللي انت عايزها فهو هناك الموجود لازم حدد البكتيريا اللي هو عايزها مثلا اي كولاي ما كانت عامله لي مثلا لاكتوس فيرمنتين بي كولاي خلاص انا حدد دي الاي كولاي بعدك عمل لها فيزر انفستيجيشن عمل لها بايوكيميكال تيست عمل لها مثلا سيرولوجيكال تيست هازارد تيست طيب عندي ميديا معينه ليه اللي هو البكتيريا اللي بتعمل عندهم هيدروجين اي كولاي اللي هو او 157 اتش 7 بيسموها سوربيتول ماكوكي اجار سوربيتول ماكوكي اجار اللي هو السوربيتول ماكوكي اجار هو نفس الفكره فيه موجود ايش الانديكاتور الموجود او فيه سوربيتول يعني يسموه سوربيتول بالاضافه للانجريدينتس بتاعت الماكوكي اجار الموجود اضافوا لها سوربيتول ليه؟ البكتيريا دي جواها انها does not ferment او utilize the sorbitol الأزهر السرين بتعمل فيرمنتيشن فأنا عشان كده داير أحدد هاي البكتيريا الموجودة دي عندي السرين دي ولا ما السرين بس خلنا إيش سوربيتول ماكوكي أدار هي ما بتعمل فيرمنتيشن للسوربيتول الأزهر أورز أزهر السرين بتعمل فيرمنتيشن للسوربيتول واضح أنا دي عشان كده بستخدم الميدة دي بستخدمها لأنه هي نوت يوتلايزز أول شيء نستخدم الماكوكي بعدين لا 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 هو ميديا اسمها سوربيتول سوربيتول ماكوكي أدار يعني في نفس الانجريدينتس المكونات بتاعت الماكوكي اجار لكن اضافوا لها سوربيتول وضحت؟ يعني دكتور اذا ما حصلت كيف؟ هي السوربيتول ماكوكي اجار دي سبيسيفيك للاسترين تمام؟ لو انا البكتيريا اللي قامت لي ما عملت لي فيرمنتيشن يعني ما غيرت لي اللون الانديكيتر الموجود في الميديا ذيس مينز ذيس از
الاسترين دي هو وان فايف. الازر كلهم بيعملوا لي فيرمنتيشن عشان كده هي ديفرنشيال. وضحت؟ وضحت؟ يعني هي دكتور الاجار نفسها كلرلس. كيف؟ الاجار نفسها كلرلس. وكون كده. لو عملت فيرمنتيشن افرزت لي لون مثلا بينك يعني هي اعتقد من بينك ليلو. This mean this bacteria is is أزر أزر لو ما عمل زي معناته إيه زي ما هي شكلها يعني زي ما هي شكلها هي معناته إيش الاسترين تاعته واحد جواب واحد طيب إيه طبعا ده الكلام اللي بينا اللي قلناه ده في زيك إن بي أضاء دي اسمه نبوغ أضاء شكلها طيب أنا بايكونك التس واحد من التسات المهمة جدا 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 أنا ليش بسيفك بيس بسيفك يعني لل للإيكون لايس بدو ينتو اللي هو إندور 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 طيب الإندور تس عبارة أنا بجيب بكتون ووتر بكتون ووتر ميديا ميديا حطروها في زي ما زمان في سنة أولى درسنا إن كنت حاضر ميديا ميديا اللي هو اسمه القراءة اللي اسمها بكتون ووتر تمام البكتون ده اللي بجيبها أنا عملتها أوفرنايت إنكيوبيشن في ماكونكي أجار سبوز ده متلاقي بكتيريا البكتيريا دي شكيت إنها إيكول لايت عملت لي إيش؟ عملت لي بيج كلر ولاكتوس فيرمنتي انا عايز اعمل فيرزر انفستيجيشن عشان اميز هذه ايه والله هو دكتور ازر تمام فاحنا بنستخدم الاندول تيست بشيل من الكولن التحتيه البلد بينك دي بعمل لها انكيوبيشن هنا تمام وبخليها اوفر نايت في بعض كل الجول فور 4 اورز وفي بعض كل الجول اوفر نايت انا خليها اوفر نايت في الانكيوبيت في الحاله 37 اليوم الثاني بنستخدم حاجه اسمها كوفاكس ريجنت هو اسمه كوفاكس ريجنت كوفاكس 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 اندول ريجنت تمام الكوفاكس ده بشيل منه دروبس وبنلاير بتاعت الميديا اللي هو قلنا ايش بكتون ووتر اضيفه تمام بنلاير وبجيب الجو عمل لي رينج فور لو كانت الرينج ريد ذيس مين اندول بوزيتيف لو كانت الرينج يلو ذيس مين اندول نيجاتيف وضع حد الاندول اللي زمان اسمه اندول بوزيتيف يعني اللي هو ايش ريد رينج تمام لو كانت لونها يلو معناتها ذيس از اندول نيجاتيف اندول بوزيتيف معناتها هيك رايت انا في كل لحظه هو قلنا تحس بالسبيسيفيك ليفل كل واضح يا شباب واضح ميز اندول تيست واحد يا شباب دي زي الاندول تيست انت استخدام ممكن استخدمه ان الموتيليتي هي موتايل ممكن بعد كده استخدم الاوكسيداز تيست الاوكسيداز برضه واحد من التستات بس هو عباره عن السريبس